صباح الخيرات للجميع، ضلوا دايما بخير، دايما ايامكم سعيده، مرتاحين ومبسوطين. اليوم 21/11 يعني 21/20 الثاني، تمنياتي للجميع بالخير. كواكبنا ما زالت في اماكنها، زهره يتقدم الى جانب عطارد 2 في برج العقرب، طبعا اليوم الى جانب الشمس، بكره حيكون الشمس دخلت على برج القوس. ما زال المريخ متقدما في برج الحمل، لسه في عنده هيك شويه تحذيرات لمولود برج الميزان، الحمل، السرطان والجدي، تحذيرات صحيه قصدت. المشتري ما زال متقدما الى جانب زحل، اثنيناتهم في برج الجدي. اول اخباري لعزيزنا مولود برج الحمل، اليوم عنده زيارات عابره وسريعه، يوم للمناسبات او للزيارات او لتنزل على السوق او لتعمل لك شيء قصه حلوه مع المجاميع او مع الناس اللي انت بتحبهم. غالبا انت تتواصل مع الناس اللي حواليك، تستقبل ضيوف، انت حابب تعمل يمكن زياره، حابب تنزل على السوق، اسمه اليوم سبت يعني عطله بسوريا، بس في عندك شيء له علاقه باستعاده علاقات سابقه او تاثير او دعم. يوم ايجابي لمولود برج الحمل. يوم ما كثير مريح لمولود برج الثور، والحقيقه انت عرضه اليوم للفهم الخاطئ. يعني ممكن تحكي لك كلمة تقلب وشك فجأة، الناس تفهمك بشكل خاطئ. اليوم في سوء تفاهم بينك وبين محيطك، أو طاقتك اليوم تبدو منخفضة، ما كتير لك خلاق للأخذ والعطاء. يعني ما تخلي حدا يحبط من هممك اليوم، على كل الأحوال كأنك اليوم ميال للسوداوية، في شيء ما كتير عاجبك بالأمور حواليك. مولود برج الجوزاء، اليوم الامور بالنسبه له جيد جدا، وخاصه لاتصالات، لحوارات، لسفر اذا وضعك يسمح، لاجتماعات، كانه قريب من الناس اللي حواليك اليوم، حابب الناس اللي حواليك. وعلى فكره اليوم كثير ممكن تسمع خبر حلو ان شاء الله يكون ايجابي، في علاقات مع الاخرين ايجابيه اليوم، لقاءات مهمه، يوم ممكن القدر والحظ عم يدعمك وعم بيساعدك. يوم ايجابي كمان لمولود برج السرطان، مع انه اليومين اللي جايين لسه افضل، يعني اليوم في هيك تغييرات بامورك مولود برج السرطان، ما بعرف، تغيير بعاده، تغيير بظرف، تغيير بقصه ممكن تكون ماليه، بس انا برايي داخل على شهر جيد جدا بوجود الزهره وعطارد اثنيناتهم في برج العقرب، يعني ممكن توسع دائره نشاطاتك المهنيه والعمليه، وعم بتنال احترام الاخرين مولود برج السرطان، والاهم انك ترتب في الشهر القادم أمورك المالية. مولود برج الأسد ما كتير مرتاح، صار لك بين امبارح واليوم أيام تعتبر ليست للتغيير، هلا يمكن للراحة أكثر، مع أنه أنا برأيي أنه هي تأجيل، تأخير، قصص بتسويف، هذا اسمه تسويف، يعني بعض الاستعجال يمكن ممكن أنه يضايقك، تبدو متوترا مولود برج الأسد، وقد تتعرض لمشادة كلامية. أنا لا أنصح، اليوم ما نسيء، فلا تصعد خلافات مع الآخرين. مولود برج العذراء، اليوم عنده 100,000 قصة شاغلته، والحقيقة مشاغله كثيرة. يوم فيه ضغط، يعني ما في شيء سيء إذا أنت ملاحظ، ممكن اليومين اللي جايين ما يكونوا كثير الأريح، بس اليوم يوم فيه مشاغل، ولازم تجدول مشاغلك الحقيقة، لأنه حاس حالك لوحدك عم بتناضل، حاسس بس أنت اللي عم تشتغل، وما عم تلاقي الحقيقة وقت للراحة، ما بعرف إذا قادر تنام لك شو نوم الظهر ساعة بيكون كتير منيح. اليوم سبت على كل، يفترض عطلة، فما بعرف شو المشاغل اللي عنده مولود برج العذراء. مولود برج الميزان اليوم جيد جدا بالنسبة له، على الأقل تتحرر يمكن من بعض القيود. يوم فيه تواضع أو مرح أو لقاءات أو علاقات مع ناس أنت بتحبهم، قد يكونوا أسريا، تأثيرك على الآخرين جيد، في حظوظ مساعدة، تميل إلى استسهال الحياة مولود برج الميزان، وفعلياً الأمور بالنسبة لك جيدة وإيجابية. مولود برج العقرب، أنت اللي ضايق خلقك، قد تتعب نتيجة قيد أسري، ما بعرف إذا في هيك، أو قصة شخصية، غالباً لست في حالتك الأريح، بس هلأ وجود الزهرة بقى ودخولها إلى برجك رح يخلي الأمور تتحسن، سواء على صعيد العواطف، سواء على صعيد العمل، الأمور جيدة. راقب الأوضاع من حواليك، لأنه غالباً في اليوم نقد، تدخلات، حدا عم بيوجه لك نصائح لربما كانت صحيحة. عموما مولود برج العقرب. مولود برج القوس، اليوم الأمور جيدة بالنسبة لك، حركة، نشاط، في شيء عم يتغير باتجاه الأفضل، سواء كان بالأخبار اللي عم تسمعها بثلاث أربعة أيام الماضيين واليوم، سواء كان بمصالحات
تلزمك أو توضيحات تساعدك، خاصة أنه هاي الأيام محبوب عم تسمع آراء الآخرين وحواليك نوع من أنواع السرور. هلأ حتى شوفتنا لناس نحن منحبهم ممكن تخلق لنا نوع من أنواع السرور أو إنهاء لبعض القضايا المعلقة. عم بيناقش ببعض الأمور المالية مولود برج الجدي، والحقيقة ليس في حالاته الأفضل مالياً على الأقل الشهر السابق. هلأ داخل على شهر يعتبر جيد مالياً، مانو سيء، نسبة العوائق على الأقل تتدنى، بس القصة الأكيدة أنه أنت محتاج تغيير بطريقة حياتك أو طريقة صرفك، لأنه هاي الأيام فيها صرف وممكن فيها عائلة عم بتطالب بأكثر مما أنت تستطيع. عموماً ويمكن هاي القصة اللي شوي عم بتضايقك مولود الجدي. مولود الدلو اليوم فايق بكير وعم بيحاول يرتب بيته الداخلي، سواء بيته الداخلي الحقيقي غرفته بيته عم بيحاول يرتب، أو بيته الداخلي اللي له علاقة بالصداقات بالأحباء بالناس القريبين منه. يعني هاي الأيام بظن في عندك قصص ممكن تكون جيدة العلاقة بالنشاط بالإشراق بالتفاؤل. ما بعرف إذا وضعك يسمح بسفر، بس في عندك قصة أسرية عائلية بالمجمل إيجابية، كأنه يوم للزيارات أو للتواصل. عزيز لمولود برج الدلو برج الحوت، حاول تتبع قلبك اليوم، لأنه قصة يعني هو اليوم أميل للكسل، أميل اليوم يحضن الصوبيا مثلا، يقعد بالبيت يحط عليه حرام يتفرج على التلفزيون إذا قدر على كل الأحوال، لأنه مولود برج الحوت مكسل اليوم ضايق خلقه. طبعا على هذا المطر البرة الله يبعث الخير، دائما مواليد برج الحوت بيكرهوا هاي المطر اللي برا، او انه العجقه هاي تبعت المطر، فغالبا اليوم حابب يقعد بالبيت وما حابب يطلع برا البيت، فلا تطالعوا لا تطالعوا لمولود برج الحوت اليوم. خليني عايد مولود اليوم، مولود 21 تشرين الثاني، ونتمنى له السعاده. كائن عنيد وصموت، واقعي لا يحلم بمشاريع ما بيقدر يحققها، شخص عملي تقدمي عموما، بيحب البيت بيحب أولاده معطاء، بيوقف جنبك بأي وقت أنت بدك إياه، ما بيتركك تعاني من نقص لو كنت أنت من عائلته أو كنت صديقه الحميم، مخلص فعليا، ولد ليكون قائدا على كل الأحوال، ما بينفذ غير اللي بده إياه عقله. عموما الأكثر هدوء الأكثر حساسية يستطيع إعطائك الحنان بعمق عموما، وبيحتاج لوقت طويل ليثق فيك، مو اليوم تصاحبته اليوم وثق فيك، أبداً ليس من هذا النوع، بيعتبر دائماً منزله أولاده محل تباهي. السنة لأله سنة كتير مهمة، غالباً فيها تغييرات عاطفية ومالية، ما بعرف إذا خطوبة، بداية جديدة عاطفية، قصة ممكن تكون العلاقة بالمحبة، قصة العلاقة بارتباط، حتى في التزام بأمورك المهنية ممكن يكون إيجابي وجيد. طبعاً كسنة سنة مهمة بالمتبقي منها وحتى بدايات العام القادم. رسائلكم على 18-45 من أي موبايل داخل سوريا. بوران مواليدة 90، بوران أنا برأيي بدايات السنة عندك 4 شهور بياخذوا العقل غالباً للتغييرات وبامتياز، الأمور بالنسبة لك بالمجمل إيجابية وجيدة، وممكن يكون فيها خطوات مهمة تغير لك شيء بحياتك. الأفضل في العام القادم هو الأمور العاطفية. انتصار عم تسألني مواليدة 76، سنة حظك وخاصة بالعمل يا انتصار، رغم أنه هي حتى سنة جيدة عاطفيا، بس أنا برأيي العمل هو بمقدمات حياتك في العام القادم، فما بعرف شو بتشتغلي بس الله يقدم لك فيه الخير. عصام عم بيسألني مع ضحى المشكلة، مو بعت لي مواليد ضحى يا عصام، بس أنت أمورك العاطفية جيدة وأنا أثق بحدسك، يعني أنت حدا ما بيغلط، أولا بياخد قراراته بالارتباط بالعقل وليس فقط بالقلب، ثانيا حدا بيفكر 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 قبل ما ياخد قرارات يا عصام، فالأمور بالنسبة لك أنا برأيي جيدة شو ما كانت الصبية مواليدها. بشير عم بيسألني مع أحلام، يعني العلاقة بيناتكم بالمجمل جيدة لكني لا أظن أنها مستمرة يا بشير، يعني في حياتي ما شفت هاي العلاقة استمرت، خاصة بعمركم يعني أنتوا 16-17، لا أعتقدها أحد العلاقات المستمرة، بضيق خلقة على كتر ما أنت بتحكي وما بتسكت. سعد صباحكم وتضلوا دايما بخير.